عدد من المواطنين في أسوان بعتوا لنا شكاوى ليه من الارتفاع لأسعار تذاكر قطارات الصعيد المكيفة بعد ما وزارة النقل رفعت سعر التذكرة من وإلى القاهرة من 65 جنيه للدرجة الثانية مكيف ل 135 جنيه للدرجة الثانية، أما الدرجة الأولى ارتفعت من 110 جنيه ل 235 جنيه للتذكرة، ودي وصفها الأهالي بأنها زيادة بنسبة 100%. برضو احنا محتاجين نتواصل مع السادة المسؤولين عن هذا الموضوع، هم أدرى بالرد. مهم جدا ان موضوع الـ الـ الأسعار بتاعت القطارات وتكون متوافقة مع احتياجات المواطنين. انا اقدر افهم ما تقوم به وزارة النقل من رفع أسعار، ولكن في درجات متفاوتة، يعني حتى في كل العالم الحقيقة بيكون في درجات متفاوتة بحيث ان الكل يقدر يركب ويدفع، يعني في جيم به ألف ألف مميز أو مثلا به مميز ألف ألف مميز، يعني الكل يقدر يروح ويرجع. حضرتك عايز تركب الرقم كذا، حضرتك اتفضل اركب الرقم كذا بس الخدمة كده. حضرتك عايز تركب درجة مميزة جدا بس الخدمة بتاعتها بالرقم كذا. أما أن الموضوع يبقى محصور فقط في درجتين وهما الدرجتين المكيفتين، يعني ويا إما تدفع كده يا إما مفيش، تغير المواصلة كلها لقطاع مهم وحيوي جدا زي قطاع القطارات، ده موضوع محتاج إن احنا نسأل فيه علشان نفهم. أستاذة نجوى البير الحقيقة بتنضم لنا، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. يعني موضوع شكاوى الحقيقة متكررة من موضوع ارتفاع تذاكر قطارات الصعيد المكيفة من وإلى القاهرة 65 جنيه درجة تانية مكيف، 135 جنيه درجة أولى، ده كان بعد كده ارتفعت بقت 110 ل 235 جنيه للتذكرة، يعني دي زيادة تقريبا بنسبة 100%. لا، هو أنا باكد لحضرتك إن مفيش زيادة في الأسعار. الهيئة أصدرت بيان بالنفي زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد. إحنا ما زلنا عندنا القطارات العادية اللي تذاكرها زي ما هي ولم تمس، التذاكر القطارات المكيفة لم تمس، التذاكر هو في قطارات اللي دخل في الخدمة، القطارات الفي اي بي اللي احنا اعلنا عنها من فترة قريبة اللي وصل تقريبا حوالي 10 قطارات على الخطوط ذهاب وعودة، والحمد لله مشغولية القطارات الفي اي بي وصلت برضو مشغولية 100%. يعني احنا دلوقتي ثلاث مستويات موجودة في الخدمة، القطارات العادية والقطارات المكيفة والقطارات الفي اي بي، اللي يقدر يركب اللي هو عايزه بيلاقيه. لكن التنوع ده موجود بالفعل، يعني موجود بالفعل. وكمان اللي انا بطمن بيه الناس ان احنا دلوقتي يا فندم يعني اللي بيتقال لنا من الشكاوى ان في اكتر من 10 خطوط تقريبا او 10 قطارات كانت التذكره بتاعتهم ب 65 جنيه اتلغت. لا، الكلام ده مش صحيح. احنا هم قطرين تم استبدال عربياتهم لانها متهالكه جدا بقطارات ال في اي بي، لكن ال 28 قطار اللي هم بقوا 26 على وجه قبلي ما زالوا 26 قطار مكيف على وجه قبلي. لم تمس. واللي انا عايزه اطمن بيه الناس ان احنا القطارات المكيفه العاديه تركيبه القطار اللي هي هتبقى ان شاء الله اي قطر احنا شايفين عليه اقبال هيتم زياده العربيات الاضافيه على تركيبه القطر. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نائب رئيس هيئه السكك الحديد الاستاذه نجوى البير.